هل لو سألتك عن الجهاز الفني، هل حصل ما بينك وبين الجهاز الفني كلام؟ علاقتك بمستر مواطن النصاتي والجهاز الفني والإداري كابتن سعد الحفيظ، كل الكابتن محمد يوسف، الكابتن سامي قمصان، هل حصل ما بينك وما بينهم كلام أو قعدتوا مع بعض في أكتر من موقف، ولا بسبب انشغال نادي الأهلي ببطولة الدوري كان العلاقة أو كان الكلام ما بين الجهاز الفني والإداري وأليو ديان كان كلام قليل؟ Oui, bien sûr, j'ai parlé déjà avec Captain Saïd, si je ne me trompe pas. Donc, c'est lui qui m'a expliqué la طبعا situation. حصل كلام بيني وبين كابتن سيد عبد الحفيظ، هو اللي كلمني عن الوضع في النادي الاهلي، وطبعا قال لي ان هو مرحب بيا جدا في النادي، ومع نهايه اخر مباراتين للنادي الاهلي في بطوله الدوري هنضم للفريق ومش هيبقى في اي مشكله يعني.